أول فقرة معنا لليوم رح نحكي إذن مع عن الصعوبات اللي عم بيواجهوها المراهقون في المجتمع العربي بشكل عام وبشكل خاص. رحبوا معي أكيد بضيفي على الهواء مباشرة صالح بكري، مدير مركز حماية الأولاد والشبيبة بيت لين وحاصل على اللقب الثاني بالعمل الاجتماعي. تحياتي لك أستاذ صالح. تحياتي لك رانيا ولجميع المستمعين. بتعرف هيك أستاذ صالح، قبل ما نفوت ونخوض بالموضوع، شو رأيك هيك نعطي نبذة صغيرة لما منقول بيت لين، مركز حماية بيت لين للأولاد والشبيبة؟ احكي عرفنا شوي على هيدا البيت أو هيدا المركز. مركز بيت لين هو عبارة عن مركز لحماية الأولاد وأبناء الشبيبة من جيل 3 ولغاية جيل 18 اللي تم الاعتداء عليهم جنسيا أو جسديا أو اللي بيعانوا من الإهمال. اللي بيميز هاي المراكز إنه بتضم بداخلها كل الأشخاص المهنيين في مجال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كلها تحت سقف واحد لتقديم الدعم الأولي والتحقيق مع الأطفال على يد مؤهلين في حالات الاعتداء. يعني احنا داخل المراكز في عنا عاملين اجتماعيين بموجب قانون حماية القاصرين، في عنا محقق أطفال اللي هو مختص عمليا بتحقيق مع أولاد اللي تعرضوا لهذه النوعية من الاعتداء من جيل 3 إلى 14، وفي محقق من قبل الشرطة اللي كمان متكلم للغة العربية في بيت لين المصري اللي كمان بأخذ الإفادات من الأولاد. الهدف انه احنا نساعد هذول العائلات نخفف عن ما يسمى بالصدمة الثانوية، فكل الأمور ابتداء من وضع الشكوى والتحقيق مع الأولاد وبعدين إنه إحنا نبعث للعلاج كله ببلش عنا بيت لين، كله تحت سقف واحد. وبيت لين الناصري هو المركز العربي الوحيد من بين 8 مراكز الموجودة بالبلاد. في عنا موجود في بيت لين القدس، حيفا، صفد، بير السبع، ورمت جان، ونتانيا. نعم. طيب دائما هناك كان هيك دائما عندكم محاولات للوصول لأكبر شريحة بالمجتمع العربي لمساعدة الأولاد والشبيبة بمواجهة حالات العنف الجسدي والجنسي كيف أنت ذكرت. بفترة الكورونا نحن كلنا بنعرف فترة الإغلاق الصعبة كتير كان في هناك زيادة يعني بعدد التوجهات لإلكم أنهم هيدول المراهقين وهو الشبيبة عم يتعرضوا لإساءة، لتنكيل، لعنف، لكل ما إلى هنالك. إذا بدنا نحكي اليوم على عدد التوجهات، إذا نحكي مين اختار يتوجه ومين اختار كمان هناك أكيد كتار اختاروا إنه ما يتوجهوا. أستاذ صالح، إذا بتحطنا شوي بصورة الوضع والحال عندكم. طبعا احنا شبابنا راجعين على المدارس اليوم، يعني 1/9 بعد فترة اللي هي جدا طويلة وصعبة اللي مروا فيها نتيجة سياسة الإغلاق وإجبارا على الانتقال بهاي الفترة من التعليم بالتقليد الوجاهي للتعليم عبر منظومة الزوم. لأنا حسب رأيي الشخصي منظومة الزوم أثبتت فشلها مش بس بتمرير المواد التعليمية للطالب، إنما أيضا أثبتت فشلها في عمليا في رصد كل عمليات الاعتداء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال على الأولاد وهن داخل بيوتنا، اللي هي أحيانا هاي البيوت ممكن تكون اللي هي بيوت اللي هي مش آمنة. فأنا بتوقع يعني النتائج اللي أنا إسا بدي أحكيها اللي هي عالية، بس أنا بتوقع اليوم بعد رجعتنا للتعليم الوجاهي إنه الإشي إنه يزيد. فإذا أنا بدي أحكي على معطيات اللي هي عامة، أنا بقدر أحكي إنه حسب معطيات مراكز حماية الأولاد والشبيبة ببيت لين الثماني الموجودة بالبلاد، إنه سنة 2020 هي أصعب سنة بتمر على الأولاد وأبناء الشبيبة. وصل لعنا 4417 حالة اللي تم الاعتداء عليهم جنسيا أو جسديا أو عانوا من الإهمال، وصلوا لمراكز حماية الأولاد بيت لين، منهم 1680 حالة هي اعتداء اللي هي كمان داخل العائلة. احنا كمان بنحكي على نسبة اعتداءات اللي هي جدا عالية حسب مكاد 105 اللي هو مسؤول على منع الاعتداءات عن طريق الشبكة العنكبوتية. فإحنا بنشوف إنه 56% ارتفاع بعدد البلاغات عن اعتداءات جنسية من خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كتير من هاي الحالات بالتعاون مع مكاد 105 وصلت لمراكز حماية الأولاد بيت لين، اللي فيها استقبلنا شباب وشابات اللي تم الاعتداء عليهم عن طريق تطبيقات الواتساب، الإنستغرام، ألعاب الببجي والفورتنايت. هاي النسبة العالية كانت نتيجة توجه طبعا الشباب في فترة الإغلاق
الأطباق لقضاء وقت طويل خلف الهواتف الذكية من أجل الشعور بالتقدير الحب والاهتمام اللي فقدوه طبعا نتيجة فترة الإغلاق ونتيجة انشغال الأهالي طبعا بالضبابية اللي كانت موجودة نتيجة الكورونا. يعني لا شك أنه الأطر التربوية إلى دورة بشكل كتير كبير بحماية الأولاد. يعني إحنا بنحكي أنه لما كان في سنة كورونا ما كان في دور للأطر التربوية. يعني لما الأطر التربوية بتعرف لما الولد بيروح على المدرسة بيكون في علامات, بيكون في نفسيته تعبانة, ما مش قادر يتأقلم, مش قادر يعني المعلم والمستشار بيشوفه بحس. يعني لما بيكون الطالب بضائقة ممكن يتوجه للمستشار. إنما فعشان هيك الإشي اللي أنا بدي أقوله بدي أركز عليه رانيا, أنه فيش حدا ممكن أنه يحل محل المعلم أو محل المستشار. منظومة الزوم عمليا ما قدرتش ترصد هاي الحالات الصعبة لأولادنا موجودين في ضائقة أو في حالات نفسية صعبة, موجودين باستغلال إن كان داخل العيلة أو استغلال خارج العيلة. عشان هيك أنا اليوم بتوقع للأسف الشديد, مع أنه عندنا النتائج كانت نسبة عالية من الاعتداءات, بس اليوم نتيجة العودة للمدارس والتعليم الوجاهي أنا بتوقع أنه هاي الأعداد تزيد وهي النسبة تزيد, لأن أولادنا راح يتوجهوا للمستشارين للمعلمين لأنه فيش حدا ممكن أنه يبدل. صحيح. ذكرت أنه 4417 حالة تم التوجه لألكون لمركز بيتلين, مراكز بيتلين الثمانية بالبلاد. بس ولكن يعني أنا حسب كمان توقعاتكم كمان في ما كان في توجهات, يعني أكيد في كان فئة كبيرة من الشبيبة كمان ما توجهت. يعني نحن عم نحكي على 4417 حالة توجهت, ماذا عن اللي ما توجهوش أستاذ صالح؟ 100% في كتير من الحالات, في كتير من الحالات اللي هي ما توجهتش نتيجة طبعا سياسة الإغلاق وعدم تواصلين. يعني احنا بنحكي المدارس عمليا ما كانتش منتظمة, فهذا الاشي منع انه هن يلتقوا مع مستشار مع مربي. كمان كل موضوع حتى الأطر اللامنهجية اللي بعد الظهر اللي كان اللي ما توصلوش مع اصحابهم مع المرشدين, فعمليا كان صعب كتير انه يتوجهوا لحدا في حالة طلب عملية في حالة وجود تحت اعتداء معين. في معالجين كفاية أستاذ صالح يعني لحتى تعالج وتهتم بهيد الحالات الكبيرة والنسب الكبيرة اللي احنا عم نحكي عنها بمجتمعنا العربي؟ الإشي اللي أنا بدي أحكي إنه في مراكز هي عملية مسؤولة عمليا عن معالجة هاي القضايا. للأسف الشديد إحنا دائما بحاجة لأكتر عدد من المؤهلين خاصة في مجال الاعتداءات الجنسية والجسدية, لأنه إحنا عمالين نشوف بالآونة الأخيرة إنه هاي الاعتداءات كل ما العمالة تزيد. في عنا طبعا وزارة الرفاه الاجتماعي عمليا قادرة انه هي توجه هذول الاولاد والشباب لهاي المراكز, بس احنا نتيجة الازدياد ونتيجة التطور التكنولوجي وخاصة من الاعتداءات رانيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا كل يوم نشوف تطبيق مختلف اللي فيه المعتدي ممكن يفوت ويتواصل مع القاصرين. عمليا احنا دائما بحاجة لعدد اكبر من المؤهلين والعدد أكثر من هاي المراكز اللي بتقوم بعلاج هاي. طب عدنا كيف بيقولوا للمدارس وعدنا للتعلم اللي بشكل وجاهي, إذا نحكي شوية هيك على دور المربين المستشارين الإدارة أيضا بكل قضية الانتباه لهذه الإشارات للعلامات اللي بتدل على أنه الطالب أو الطفل عم بمر بضائقة نفسية, ضائقة عاطفية, عم يتعرض لاعتداء. طبعا هنا دور المستشار ودور المربي هو جدا جدا هام. عمليا التعليم الوجاهي والالتقاء المباشر للمستشار مع الولد ممكن طبعا, والمستشارين هن مؤهلين لرصد هاي الحالات. فاللقاء من وجه لوجه في هناك علامات اللي هي جدا واضحة ممكن المستشارين ينتبهوا لها, زي مثلا أولاد اللي هن متعودين عليها قبل الإغلاق إن هن أولاد اجتماعيين, أولاد اللي بيشاركوا بجميع الفعاليات, فجأة يلاقوهم يرجعوا بعد الإغلاق أولاد انطوائيين بدهم يشاركوا مع حدا بدهم يتواصلوا, تغييرات بالشهية بأنماط حياتهم سلوك داخل المدرسة. عمليا عشان هيك بقول إنه المستشار والمربي عمليا نتيجة التعليم الوجاهي وانتظام المدارس إن راح ينتبهوا لهاي العلامات, وأنا متأكد إنه هن راح يقوموا بواجبهم على أحسن وجه. في صعوبات بيواجهوها مراهقين اليوم بطلب المساعدة لما بي 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 يعني بيكونوا بأزمة معينة؟ يعني بتعرف نحن بمجتمعنا مش يعني ما في عنا هيدا الوعي الكافي أو القدرة الكاملة, أو إنه مثلا تعرف دائما بنخجل, دائما بنحاول نحن هيك نطبطب على أمورنا, ما حتى ما نفضح كيف بيقولوا يعني بالعربي.
100%. يعني للأسف يعني هاي الصعوبات هي صعوبات اللي هي عامة، اللي هي بتشمل عمليا كل موضوع الاعتداءات الجنسية خاصة على الأطفال، اللي هي مصادرها اللي هي مختلفة، اللي احنا بنقدر كمان انه احنا نفهمها. زي مثلا في الخوف من المعتدي، الضحية طبعا بتخاف من المعتدي اللي بيقوم بتهديد ممكن الشاب او الولد بإذاءه او إذاء شخص اللي هو قريب منه في حالة انه قام بالإبلاغ. وفي عنا من خلال الاعتداءات الجنسية من خلال الانترنت كتير وصلتنا حالات على مراكز بيتلين اللي فيها المعتدي قام بتهديد الضحية بنشر صور شخصية لإله مهينة، اللي عمليا بالآخر أخذوا الجرأة وتوجهوا لعنا لبيتلين وقاموا بالإبلاغ. في عنا شغلات اللي هي كمان بتمنع الأولاد، كيف ما أنت ذكرتي، كل موضوع الخوف من أنه ولا حدا راح يصدقني، الكل راح يذنبني، وشعور المراهق أو الشاب بأنه شريك أنه هو اللي سمح عمليا تذنيب نفسه بأنه هو سمح الاعتداء عليه، وكل موضوع الخجل والحساسية انتبعت المجتمع العربي. الخجل للمراهق أنه هو السبب، إذا بلغ فهو راح يقوم بتشويه سمعة العيلة والإحساس بالفضيحة إذا بلغت، وأنه البلد عمليا كله راح تعرف. وفي كمان شغلات اللي هي بتمنع المراهق والشباب اللي هي كل موضوع البلبلة والمشاعر المختلطة عند الضحية، اتجاه المعتدي أنه بقول لنفسه عمليا الضحية أنه عمليا صح انه هو اذاني، بس انا بحبه، بديش اكون السبب بتفكيك العيلي، بديش انه يطلعوا عمي او خالي او ابوي من البيت وانا اكون السبب بتفكيك العيلي. فهي عمليا كل الامور عمليا بتصعب على المراهقين، وخاصه عندنا في الوسط العربي، انه يقوموا عمليا بالبلاغ عن هاي الحالات. كلمتك الاخيره استاذ صالح بكري، مدير مركز حمايه الاولاد والشبيبه في بيت لين، هيك يعني شو كلمتك اليوم، توجهك للاهالي، للمراهقين، للشبيبه؟ أنا بتوجه هيك للشبيبة بشكل عام، إنه اليوم إحنا عمليا اليوم الدراسي الأول، فأنا بتوجه لإلي إنه عمليا في حالات أي اعتداء جنسي أو جسدي أو إهمال عانوا فيه في فترة الكورونا، إنه عمليا يتوجهوا للمربي، يتوجهوا للمستشار، لأن هن العنوان الأول لإلهم، ولا حدا ممكن إنه يجي يبدل عمليا مكان ومهمة المستشار داخل المدرسة. وفي كمان شغلة، لأن إذا بتسمحي لي هيك بدقيقة أحكيها. طبعاً تفضل. إنه مهم جدا إنه أنا أقول إنه إحنا طبعا بيت لين الناصر اللي هو المركز الحماية الأولاد الوحيد العربي في البلاد، دائما احنا بنفكر انه كيف نوصل لشريحة الشبيبة، فاحنا بنحاول نفكر خارج الصندوق. مهم جدا لإلي ان اقول انه احنا بالايامات القريبة بدنا نطلع بحملة اللي هي فريدة من نوعها، اللي فيها احنا اخترنا بيت لين الناصري انه احنا نكسر الحواجز كلياتها، والتوجه للحديث المباشر مع ابناء الشبيبة وعائلات بموضوع الاعتداء الجنسية. وهذا اخترنا انه احنا نحكي بلغة المراهقين، فقمنا باختيار 3 أغاني راب اللي بتحكي بالتعاون مع الفنان تامر نصار، اللي عمليا بتحكي 3 قصص حقيقية لأولاد اللي تم الاعتداء عليهم، اللي فيه احنا نصف كل المشاعر الصعبة اللي ممكن يلاقيها يواجهها المراهق في حالات الاعتداء. هاي الأغاني 3 رح تنشر بالمحل اللي بتواجد فيه المراهق، احنا رح ننشرها بالتيك توك، بالإنستغرام، عمليا بكل وسائل التواصل الاجتماعي. والهدف تبعنا احنا نقول لهم انه احنا معاكم في حاله اي اعتداء جنسي او جسدي، ممكن تتوجهوا لبيت لين على رقم 9519 بمكالمه سريه. شكرا جزيلا صالح بكري، يعني جهودكم مبارك، يا كي بيقولوا مدير مركز حمايه الاولاد والشبيبه بيت لين، يعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا، تحياتي، اهلا، الى اللقاء. رح اطلع لفاصل، بعد الفاصل مباشره منكمل.